طيب خلينا نطمن بشكل اكبر على فرقتنا واقول لكم اخر واهم الاخبار في اطار بدايه معسكر الاهلي المغلق النهارده، اول يوم لمعسكر الاهلي المغلق وتطبيق لنظام اليوم الكامل اللي هيتخلله تدريبين، تدريب صباحي وتدريب مسائي. المران الصباحي النهارده كان مران مهم جدا جدا من خلال المدير الفني كولر وجهازه المعاون، ويعني ركزوا فيه على عدد كبير من الجوانب والفقرات المهمه في التدريبات، سواء من خلال تقسيمه او حتى من خلال بعض الفقرات البدنيه. النهارده خلال المران كولر قسم اللاعبين لمجموعتين، مجموعه كانت تحت اشرافه هو نفسه، ودي كانت من خلال تقسيمه بالكوره، وكان فيها حماس كبير قوي قوي من اللعيبه وجديه واضحه، وكل واحد عايز يثبت نفسه وامكانياته للمدرب الجديد، ودي حاجه ايجابيه في الحقيقه جدا. المجموعه الثانيه كان عندها تدريبات بدنيه مكثفه في الجيم الاول، وبعد كده نزلوا في الملعب ادوا بعض التدريبات البدنيه الاخرى مع مدرب الاحمال اندريس اندويا، فبالتالي ده كان شكل المران النهارده الصبح. كمان من اهم الامور اللي كانت في التدريبات النهارده كان في تدريب منفرد لثلاثي حراس المرمى، طبعا اللي هو علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، احنا عارفين حمزه علاء مع المنتخب الاولمبي وطبعا محمد الشناوي مع المنتخب الاول، فبالتالي هم دول الثلاثي الموجودين دلوقتي خلال او يعني تقريبا 30 دقيقه تدريبات مكثفه جدا، اشتغلت على العرضيات والتصويب على المرمى تحت قيادة طبعا ميشيل يانوكن مدرب حراس المرمى العائد لقيادة تدريبات الحراس في الفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي. كمان من ضمن الأخبار وحضراتكم طبعا بتشوفوا بعض اللقطات من التقسيم النهاردة في مران، إيه ده إيه ده، استنى، لا الكرة دي حلوة قوي، الكرة دي حلوة قوي، يا ريت تعيدها لنا تاني يا عادل، اللعبة اللي فاتت دي بتاعت سافيو عشان نعلق عليها. المهم فالنهارده كمان كان في يعني شريف وقفشه كان عندهم برنامج تاهيلي في اطار التخلص من الاصابات المختلفه، شريف يعني عنده اصابه في العضله الضامه، قفشه كان عامل جراحه في جدار البطن هي جراحه الفتاء، فبالتالي نتمنى لهم الشفاء سريعا، هم خلاص يعني خلال ايام ينضموا للتدريبات مع النادي الاهلي. ايوه الكره دي بقى، الهدف ده رائع من برونو سافيو، ادي اكرم ما شاء الله بيشارك بشكل كويس جدا واحد العناصر المهمه، بص السحبه دي، بص الشوطه دي حلوه قوي، حلوه قوي، يا حاجه مبشره، مش بقول لك بقى ان هو اجمد حاجه في الدنيا ولاعيب جامد وبتاع، نتمنى طبعا ان هو يكون اجمد حاجه في الدنيا باذن الله، واحده واحده عليه بثقه كبيره جدا فيه بمسانده تكون واضحه، لكن واضح ان هو لعيب برازيلي مبشر، برازيلي برازيلي يعني، تمام. فهدف كان جميل بصراحه في مران الاهلي النهارده، دوران بالكوره بيهيئها لنفسه بشكل كويس، بيوجهها بشكل جيد في المرمى، فكلها ايجابيات. مش عايز اركز على برونو سافيو بس، اهي الكوره تاني مره ثالثه بقى، بص السحبه اللي خدها دي بالدوران بترقيصه بتوجيه بتهيئه الكوره لنفسه بشكل كويس، الحاجات دي معتادين عليها من اللاعبين البرازيليين. الاهم الاهم انه يكون موفق مع الفرقه باذن الله تعالى ان شاء الله، لكن واضح ان الامور مبشره جدا بالنسبه لبرونو سافيو. بالمناسبه بخلاف اللقطه دي، ده من خلال يعني ما سالنا كتير واستفسرنا والامور في التدريبات ماشيه ازاي، واقرب واحد ليه اقرب واحد ليه في الفرقه هو كهربا، مش عارف ازاي يعني، ما اعرفش كهربا بيجيد اللغه البرتغاليه او حاجه، لكن ممكن يكون الاثنين، كهربا بيتكلم انجليزي شويه، ممكن يكون كمان سافيو بيتكلم انجليزي، ففي يعني علاقه قويه جدا ما بينهم بدري بدري، ودي حاجه تحسب بالمناسبه لكهربا انه يدخل اللاعب في اجواء الفرقه مباشره. كهربا كمان بيشارك في التدريبات بشكل قوي، هو واضح ان هو بيشارك بشكل كويس، فالامور كلها باذن الله مبشره بالنسبه لنا، وفي حاله من حالات التفاؤل، وان شاء الله نشوف موسم عظيم للنادي الاهلي، موسم عظيم. احنا عندنا كمان احمد عبد القادر، وعندك لعيبه كتير قوي مميزه، لعيبه كتير جدا يعني، وادي السليه ربنا يحميهم ويوفقهم باذن الله ويبعد عنهم الاصابات. خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناة الأهلي قبل مران الفريق المسائي اللي هينطلق بالمناسبة في تمام الساعة 6:30 يعني بعد ساعة من دلوقتي، عشان يقول لنا كريم كل الأجواء ما قبل هذا المران والأمور آخر التطورات بخصوص الفريق. إيه يا كريم، مساء الخير. مساء الخير عليك الزميل العزيز امير هشام، برحب بيك في البدايه وبرحب ايضا كمان بكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. الحقيقه يمكن انت بدات طبعا بالاستعدادات والمرحله المهمه جدا، وهي مرحله طبعا البدايه، بدايه الموسم وانطلاقه الموسم، ودي مرحله مهمه جدا بتحتاج كل المجهود وكل التركيز من كل لعيبه النادي الاهلي. المرحله دي هي اللي هتشيل لعيبه النادي الاهلي على مدار الموسم، والتلاحم بقى اللي هنشوفه والامور العديده جدا اللي بنشوفها في المسابقات وبطوله افريقيا والسفر والعوده، فمرحله مهمه جدا طبعا. ويمكن كمان الشيء المبشر والمطمئن بشكل كبير جدا ان اللعيبه بتتمرن بكل قوه امير، بنتابع ونشوف
كل اللعيبه عارفه اهميه المرحله دي. يعني يمكن انت اتكلمت على اكرم، يعني ربنا يحرسه يا رب ويحفظه من الاصابات. مجهوده وروحه واصراره اللي بنشوفه في التدريبات، متعطشين ان احنا نشوف المباراه يوم الاربعاء تحديدا عشان نشوف اكرم ونشوف اخلاصه الكبير جدا. طبعا المباراه الوديه طبعا اللي بنتكلم عليها. برونو سافيو الحقيقه يعني اللي انت شايفه على الشاشه في التوقيت البسيط جدا ده يا امير، ده يدل على ان في انسجام سريع جدا، وده يرجع الحقيقه لعيبه النادي الاهلي واوضه اللبس. اوضه اللبس يمكن عليها عامل كبير جدا، نجاح التيم الكبير جدا بيكون من اوضه اللبس. الاحتواء الكبير جدا اللي بنشوفه، يمكن الامور الخاصه بين اللاعبين، الثنائيات كهربا برونو، كل اللعيبه بتحاول ان هي تدخل شادي وبتدخل مصطفى سعد ميسي وبتدخل برونو للاجواء على طول مع فريق النادي الاهلي. النادي الاهلي اي حد بيكون متواجد فيه بينجح، لان انت معاك كوكبه من النجوم الكبار تقدر ان هي تساعد اي لعيب يكون وافد على النادي الاهلي ان هي تدخله على طول في الاجواء الخاصه باللاعبين. لسه منتظرين ايضا كمان نشوف يعني الجوده بقى في الملعب والكوره وكل الامور الخاصه طبعا بكل الوافدين الجدد، ويمكن ان شاء الله باذن الله عندنا امل كبير جدا فيهم، لان اللي هيلبس شيرت النادي الاهلي عارف قيمه النادي الاهلي وطموح جماهيره الكبيره جدا. فرهنا الحقيقه على كل لعيبه النادي الاهلي وتحديدا كمان الصفقات اللاعبين الوافدين الجدد اللي ان شاء الله باذن الله يكونوا اضافه كبيره جدا لفريق النادي الاهلي. تعرف طبعا يا امير التدريب الصباحي اللي انتهى، لعيبه النادي الاهلي في هذا التوقيت متواجدين في ملعب مختار التتش لكن في الغرف، كل بيتابع طبعا المباراه الخاصه طبعا بالاتحاد المنستيري وايضا كمان جيش رواندي، وعلى ما اعتقد يمكن الاتحاد المنستيري متقدم بهدفين لم يكن ازيد بالنسبه لهذه اللحظات. فيمكن كل الامور دي الراجل بيحاول يخلي اللعيبه تتفرج بشكل عملي، وبعد كده يكون طبعا في هايلايتس وفي محاضرات بالنسبه طبعا للفريق الفائز، ومن بعدها التدريب ممكن يبدا 6:30 او 7. يمكن ده اللي احنا طبعا بنحاول ان احنا نشوف معلومات، طبعا بنجيب معلومات طبعا من داخل ملعب مختار التتش. كل الامور دي يعني ان شاء الله باذن الله تصب في مصلحه فريق النادي الاهلي. هتلاعب الجيش، هتلاعب المنستير، خلاص انت بادئ البطوله ان شاء الله. تعود البطوله من جديد لدولاب بطولات النادي الاهلي بالجديه الكبيره جدا، بالجهاز الفني المميز الرائع اللي الحقيقه بيسيب شايفين بصمه امير، شايفين كولر وتحركاته، ويمكن تعامله الفردي الامر ده مهم جدا. بيتعامل فردي مع اللعيبه بشكل كبير جدا، ما بيزهقش، بيكلم لعيب واثنين وثلاثه، وده امر مهم جدا. الحقيقه ايضا كمان الجهاز الفني بالكامل عنده الدور وعنده الاخلاص، شايفين ان كل الناس عايز تعمل اي حاجه للنادي الاهلي، كل الناس عارفه ان المرحله مهمه جدا. فيا رب ان شاء الله المجهود الكبير اللي بيبذل من لعيبه النادي الاهلي في فتره الاعداد، الجهاز الفني ايضا كمان مجلس الاداره اللي بيوفر كل الامور، راجل بيطلب بعض الامور بتتوفر وبيتم تحضيرها، لان انت عارف المرحله دي مهمه جدا زي ما اكدنا، مرحله التاهيل مرحله اولى زي ما قلنا ان شاء الله بالنسبه لهذه الفتره، ثم مرحله ثانيه للمعسكر المغلق ان شاء الله باذن الله الفتره القادمه في شهر 11. لكن الامور مبشره جدا يا امير، بنعمل ان شاء الله مع مرور الايام تنطلق يوم الاربعاء باذن الله بالمباراه الوديه اللي كل جمهور النادي الاهلي متعطش بشكل كبير جدا ان هو يشوف لعيبه النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله تكون مباراه جيده، تكون كل المباريات فيها جرعه تدريبيه مفيده جدا للعيبه النادي الاهلي، ورب ان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل لفريق النادي. احنا مستنيين ماتش يوم الاربعاء ده كانه ماتش رسمي يا كريم، يعني كل جمهور الاهلي بصراحه عايز يشوف الفرقه، كل عايز يتفرج. الاهلي وحشنا بشكل كبير جدا، فان شاء الله باذن الله تكون المباراه مذاعه. لسه يعني مفيش قرار نهائي بالجانب ده، وهو قرار بيخص كولر نفسه، هو اللي قرر يعني حاجه زي كده. لكن في كل الاحوال نتمنى ان المباراه تكون موجوده، وعشان جمهور طبعا وحش النادي الاهلي. لكن يا كريم انت اتكلمت في اكتر من جزئيه مهمه، وانا عايز استغل تواجدك معايا في الحقيقه واطلع على كل تفصيله بتخص الفرقه. بدايه اتكلمت على اكرم. اكرم احنا عارفين اصابه الرباط الصليبي دايما من الاصابات الصعبه والرخمه جدا في كره، في لغه الكوره يعني في الحقيقه يعني. ومشكلتها في الدماغ اكتر ما في مكان الاصابه، لان انت ممكن يكون عندك وسواس خايف تتعرض للاصابه مره تانية كلام من ده. ازاي اكرم توفيق بيقدر يتغلب على الجانب النفسي ده بخصوص اصابه الرباط الصليبي، وهل مأثر عليه شويه في الملعب ولا كان شيئا لم يكن بالنسبه لاكرم؟ يعني هي نقطة مهمة جدا الحقيقة يا أمير. أنت عارف طبعا يعني الحالة النفسية لأي لاعب يتعرض للإصابة هي دي اللي بتطول فترة الإعداد وبتطول رجوعه للملعب أو بتأثر رجوعه للملعب. أكرم الحقيقة يعني قريب من ربنا جدا، ولاعب متدين وعارف ربنا سبحانه وتعالى، والراجل يمكن التزم بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت، سواء في طبعا هو يعني نقدر نقول لو ربنا شايل له خير ان شاء الله، زي ما بنقول ان المتولي ان ربنا شايل لك خير، ربنا شايل خير لاكرم، لان الراجل التزم تقبل طبعا الامر بكل رضا، ويمكن ربنا ساعده كمان ان هو يرجع في فتره. خلي بالك الصليبي بيطول شويه، يعني في لعيبه تقدر ان هي تطول شويه لان خلاص ده بنيانه العضلي، ويمكن كل الامور طبعا البرنامج واحد الخاص هنا والبرنامج الخاص هنا، لكن الامور ساعات بتطول شويه بعض اللعيبه. لكن اللاعب اللي بيبقى عنده اصرار، اللاعب اللي يمكن عنده القوه والعزيمه وارمه ربنا، والراجل يمكن بيطبق كل البرنامج على اكمل وجه، ده امر مهم جدا. والحقيقه يمكن اكرم التزم بهذا الامر، كمان الجو العام اللي حواليه، وزي ما بقول لك مميزات لعيبه النادي الاهلي، انت عندك لعيبه كتير جدا تقدر تطلعك من اي جو، تقدر تطلعك من اي امور، من اي هم. الاصابه اللي بتطول، اصابات الصليبي، كل الامور دي بتكون صعبه شويه، وامثالها طبعا محمد
محمود شفناه متولي كمان يمكن اصابته كلام طويله، لكن اكرم الحقيقه لمسين بشكل كبير جدا، راجل متعطش ان هو يكون متواجد لفريق النادي الاهلي. ويمكن لو نتذكر امير قبل انتهاء الدوري الراجل كان عايز يشارك، الراجل كان عايز يكون متواجد فعلا. فيمكن دي اشاره مهمه جدا، يعني ربنا يحرسه بصراحه اكرم توفيق. عشان كده بقول لك محتاجين ان احنا نشوف لعيبه النادي الاهلي عشان نشوف اكتر من لاعب، نشوف اكرم وبرونو وشادي ومصطفى سعد ونشوف محمد شريف تاني، قفشه كل اللعيبه الحقيقه اللي خدت فتره طويله جدا من الراحه، محتاجين ان احنا نشوفها الفتره اللي جايه تدريجيا طبعا مع المباريات. النتيجه مش مهمه بالنسبه للمباريات على قد ما تكون الاداء والتكتيك، كل الامور الخاصه اللي بتنفذ طبعا فيها تدريبات ان هي تطبق على ارض الملعب. ربنا يحفظ لعيبه النادي الاهلي كلها، وربنا يمكن يكمل هذه المرحله بكل الجهد وبكل الجديه الكبيره على لعيبه النادي الاهلي، يكون في استفاده كبيره جدا، لان المرحله اللي جايه هي الاصعب ان شاء الله باذن الله مع فريق النادي الاهلي بدايه من البطوله الافريقيه. يا رب ان شاء الله باذن الله يحافظ على لعيبتنا وتفضل الجديه اللي احنا شايفينها والحماس الكبير والروح الكبيره اللي شايفينها مع الجهاز الفني اللي مدينا تفاؤل كبير جدا يا امير. طيب كريم عايز اسالك سؤال اخير، وهو بخصوص اللاعبين اللي كانوا واخدين راحه على مدار فتره كبيره جدا فاتت وكانوا مجاهدين بشكل كبير قوي، هل في نوع من انواع الانتعاشه يعني خلال التدريبات بخصوصهم، وحشهم الكوره، وحشهم الملعب، وحشهم التدريب، الكلام من ده فرق معاه، الراحه فرقت معاهم يعني ولا لا؟ بالتاكيد بالتاكيد طبعا يا امير، يعني انت عارف مواسم عديده جدا ما بتاخدش غير يوم او اثنين او ثلاثه وتبدا بعد كده بدوافع جديده، بفكر جديد، بتحضير ذهني بدني بالنسبه للمواسم. لا اقدر اقول لك كل اللعيبه اللي خدت فتره راحه الفتره اللي فاتت باينه في الجري، باينه في السبرنتات، باينه في كل الامور دي، لا اللعيبه عندها التعطش الكبير وخلاص متعطشه ان هي تدخل خلاص بقى في جو المباريات وفي جو التدريبات. انت عارف اما بتتدرب بشكل يومي يا امير، مباراه بشكل يومي، الامور بتكون صعبه شويه، اما بتبعد شويه بيبقى عندك الاشتياق الكبير جدا لفريق النادي الاهلي، اشتياق مباريات، للتدريبات، الاوضه هنكلم مين، هنعمل ايه النهارده، للتدريب، المربعات طبعا. كل طبعا. الامور اللي احنا بنشوفها طبعا في التدريبات، ففتره كانت مهمه جدا. يا رب ان شاء الله باذن الله الفتره يمكن لعيبه النادي الاهلي اللي خدت فيها راحه طويله جدا يكون مردودها كبير جدا في فتره الاعداد، كل واحد يطلع اللي عنده، لان انت داخل على مرحله مهمه جدا ومش هتلاقي فتره كبيره جدا خلاص الفتره اللي جايه زي الفتره اللي يمكن اللعيبه خدتها بالنسبه للراحه. فيا رب ان شاء الله باذن الله كل اللاعبين، الجهاز الفني بالكامل، كل اللعيبه تقدر ان هي هذه المرحله تستفيد بشكل كبير جدا من البرنامج الموضوع. يمكن ناس اتكلمت قالت ان المعسكر هينتهي يوم الخميس، انا بقول لك امير المعسكر ممتد ليوم الاثنين. ناس كتير جدا قالت ان المعسكر خمس ايام فقط لغير، لا المعسكر ممتد ليوم الاثنين، يمكن هو يوم الجمعه بس اللي هيكون راحه للعيبه النادي الاهلي، يوم السبت والحد والاثنين ايضا كمان هتكون تدريبات. فواضح ان البرنامج اللي موضوع برنامج شاق جدا، لكن ثقتنا كبيره جدا في كل اللعيبه، يا رب يحافظ عليهم ان شاء الله، وبعد هذه فتره الاعداد نبدا بقى نخش في الكوره وتدريبات الكوره ونرجع من جديد ان شاء الله للانتصارات واسعاد كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا. في الحقيقه كريم زميلنا المجتهد مراسل قناه الاهلي اللي كان معانا من خلال مداخله مهمه جدا قال لنا فيها كل التفاصيل اللي بتخص الفرقه عن لاعب لاعب كمان، فبنشكره شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد. يا ريت بس قبل ما اطلع